ولا أجرك على الله بعد وش أسوي لك. بس هو ما الألم اللي يصيد الإنسان إذا شافه عورة جسده، ألم جسد له ألم روح؟ بس ألم روح. فإذا انكشفت عورة الجسد تألمت الروح، وإذا انكشفت عورة الروح قلنا عن عيوب الإنسان وذكرنا عيوبه، عيوبه مو في جسده في أخلاقه، هم يتأذى روحه. فظهور السوءتين، سوءة الجسد وسوءة الروح، ألمها على الروح. الله يقول اللباس هذا نزلناه لكم يستر عورة الجسد، انزين عورة الروح ولباس التقوى. اللي يريد يستر عورات الروح فليمارس التقوى، فإنه لن تكون له سوء في روحه أبدا، ذلك خير. فمن يستر عورة الروح أولى من يستر عورة الجسد، بل حتى عورة الجسد من عورة الروح. لهذا الله تقول، تسأل الإسلام لو واحد بيطلع عورته نقول له حرام خلاف التقوى، ومن يظهر عورته نقول له أنت عاصي، أنت الآن أظهرت عورتين جسد وعورة روح، لأنك ليس عندك الفطرة السليمة أنت تظهر عورتك، أنت ليس لديك تقوى. فإذا رجعت عورة البدن وسوءة إلى سوءة روح أيضا، ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون.